في زيارات سرية فاضحة للوبي الإسرائيلي لقطر، تزاور وحب وعشق ممنوع وزواج محارم ما بين القطريين وبين الإسرائيليين في وضح النهار. اتكلمنا قبل كده عن أردوغان وعن تركيا وعن إيران، والنهاردة بنتكلم عن الجزيرة، بنفضح الجزيرة اللي مصدعانا، والقدس وبكاء وعويل وكل اللي شغالين في الجزيرة، كل من يعمل بقناة الجزيرة مشروع صهيوني، مشاريع صهيونية في صورة مذيعين في قناة الجزيرة. كل الأشكال اللي انتوا بتشوفوها، كل واحد عنده ملف، كل الموجودين في قناة الجزيرة، خديجة بن جنة وجمال ريان وأحمد منصور، كل هؤلاء خونة، كل هؤلاء أنا أصفهم وأتهمهم بالعمالة والخيانة، لأنه صاحب القناة خاين، ولأنه مفتي القناة اللي هو القرضاوي أيضا خاين، خان الله ورسوله وخان وطنه بهذه الترهات وهذه الكلمات التي كلمة وعكسها، فتوى وعكسها.